حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مرة أخرى في مكتبكم، مكتب دي اكسن تقسيم. اليوم عندنا محاضرة رائعة جدا مع محاضر مبدع محترف في تقديم المهارات القيادية. اليوم احنا مع الأستاذ ناجي محمد قنوش، راح يمتعنا وينقل لنا مهارات اشتغل عليها من أشهر. راح يقدم لكم خلاصة هذه الخبرات بإذن الله تعالى. فحيا الله أستاذ ناجي. حياك الله أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شركاء النجاح، سعيد جدا أني اليوم أكون معاكم في إسطنبول في مركز دي اكس ام تقسيم، وإن شاء الله مثل ما وعدناكم اليوم راح يكون عندنا محاضرة احترافية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المهارات حقيقة مجموعة مهارات حققت لي قفزات في الفريق، من باب أنه إحنا من باب زكاة العلم تعليمه، فإن شاء الله اليوم أنا أقدم لكم هذه المهارات بإذن الله تعالى. بداية إحنا في مشروع، هذا المشروع يعني هو عبارة عن مشروع تسويقي. أنا اليوم لما أريد أقدم مشروعي قاعد أشوف كثير من الأعضاء لسه يستخدم الطريقة القديمة أو اللغة القديمة، أنه هو يتكلم يعرض المشروع في ساعة، أحيانا نصف ساعة، أحيانا إذا يعني خلينا نقول حسن ممكن 10 دقائق. بينما احنا نشوف انه بعض الشركات التجارية او بعض الجهات اللي عندها منتجات او عندها خدمات تقدم رسالتها التجارية في يعني 15 ثانية او 30 ثانية ويحققون مبيعات. شنو السبب؟ السبب ان هم عندهم لغة تجارية او يسموه حديث تجاري. احنا حقيقة ما نعرف هذا الحديث التجاري، ولا تعلمنا هذا الحديث التجاري، ولا نعرف انه في حديث تجاري نستخدمه اليوم. اليوم انا استخدم اجي هنا واعرض المشروع بساعة او نصف ساعة، هذه لغة يسموها لغة الستينات او السبعينات، يسموها حقيقة هذه الطريقة يسموها لغة الديناصورات انقرضت. ليش؟ لانه انت سابقا ماكو لا انترنت، لا قنوات فضائيه، لا موبايلات ذكيه، لا اجهزه ذكيه. فلذلك الشخص سابقا بالستينات والسبعينات لما تقول له في عندي لقاء، في عندنا محاضره، ما يهمه اذا كانت ساعه ولا ساعتين ولا ثلاث، يجي يستمتع ويسمعك. اما اليوم لا، اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، في اجهزه ذكيه، في فضائيات، في يعني العالم قريه صغيره، فهو ما عنده مجال انه يسمعك ساعه ونصف ساعه. هذه يعني كمقدمه سريعه ليش اليوم يعني احنا ما قاعد نحقق النتائج اللي نريدها، او ليش يعني تقدمنا، او خاصه الاعضاء الجدد، العضو الجديد اليوم من تريده يبدي حتى يعرض المشروع، اذا هو يشوفك انت تتكلم نصف ساعه يقول لك انا شو وقت راح اتعلم؟ انا شو وقت راح اعرض المشروع؟ فاليوم احنا ان شاء الله هذه القاعده او هذا الشيء نريد نكسره اليوم باذن الله تعالى، ونبدا ان شاء الله فورا كالمحترفين. عندنا بدايه اليوم مما اريد اعرض المشروع على زيد من الناس. اولا لازم اكسر الجليد بيني وبين هذا الشخص. سؤال او جواب، في مجموعه يعني جمل ممكن واحد يستخدمها ويكسر الجليد بينه وبين الشخص اللي يريد يفتح وياه يتحدث وياه عن مشروع دي اكس ام. مثلا انا من العبارات اللي اكسر بها الجليد اقول لهم المال الاضافي اللي تحققه، واقول لهم المال الدخل الاضافي او المال اللي تحققه من دخل اضافي شنو راح تسوي به، او شنو راح تسوي بالمال اللي تحققه من 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 مشروع ثاني او كدخل اضافي. هنا انا ممكن انا يعني اثير فضوله، او ممكن اقول له مجرد فضول يعني تبحث عن هل تريد تنقص وزنك، من هاي العبارات مثلا. او اقول له مثلا انت يعجبك الوضع لو الواحد يعيش مثل ابوه او عمه او جده 45 سنه يشتغل حتى بعدين يحصل على فتات. المهم انه انت تبني حديث مع صديقك. فاليوم احنا عندنا نكسر الجليد
ثم ندخل مباشرة أو بعدها بجو المشروع. أنا ما يصير أجي رأسا أقول له أنا شنو اليوم أريد أقدم لك مشروع، مثل ما راح نشوف الدعوة. الدعوة الآن، الدعوة اللي راح نتكلم عنها دعوة احترافية فيها جملتين سحرية، بمعنى الكلمة جملتين سحرية، أقدر أحصل قبول للدعوة لسماع العرض بنسبة 100%. ما نقول نسبة 50% ولا 90%، لا، بنسبة 100%. جملتين سحرية حنستخدمها. لكن قبل ما أقول الدعوة، أنا اليوم أريد يعني أسوي حديث بيني وبين هذا الشخص، ونتكلم شوية، نكسر الجليد، ثم نعرض المشروع. فإذا صار عندنا شنو؟ صار عندنا كسر الجليد وبعدين الدعوة. سابقا لما نجي نريد نعرض الواحد، والله إنه هناك فرصة، هناك مشروع، ممكن يقول لك إيه نعم، ممكن يقول لك أنا مهتم، ممكن يقول لك يعني ممكن يعتذر، ممكن يقول لك ما عندي مجال. أنا أسألكم يعني شنو العبارات اللي كنتوا تستخدموها توجهون دعوة لبعض الناس؟ أبو صهيب، من العبارات اللي كنتوا تستخدموها حتى تعرضون مشروع دي إكسن؟ نعم. شنو العبارات؟ إن اليوم أنت تريد تدعو شخص، شنو العبارات اللي مثلا استخدمها الأعضاء عادة؟ يعني كنا في البداية احنا مثل ما تعرف في شركة دي إكسن كل مرة نبدل الطريقة، لكن في البداية كانت الطريقة تقليدية جدا. نعرض فكرة دي إكسن على سبيل المثال أنه كشريك نجاح أو تجارة عادية، أو مثلا على سبيل المثال مندوب، وبعض الكلمات هكذا يعني نعرض. نعم، هذه حقيقة واحدة من الطرق، وهي خليني أسميها أو يسموها البروفيشنال، سموها طريقة الهواة. هذه طريقة الهواة، لما أقول له أنا عندي مشروع وتعال ومشروع رائع، هذه طريقة الهواة. اليوم لا، أنا اليوم أريد أقدم دعوة احترافية وفي جملتين، وهاي الجملتين جملتين سحرية تخليني أحصل نسبة قبول 100%. شنو هاي الجملتين؟ أكيد صار عندكم فضول، صار في شوية تشويق للجملتين. الجملتين أقدر أقولها ببساطة، أستطيع أن أقدم لك، أنا راح أقولها بالفصحى وأنتوا قولوها بلهجتكم الدارجة. دائما أعلم الفريق أقول له خليك عادي، خليك أريحي، قولها بلهجتك الدارجة، لا تتكلف، لكن أنا أقولها بالفصحى لأنه في لهجات كثيرة تكون مفهومة. نعم، فأقول أنا أستطيع أن أقدم لك عرض تعريفي كامل، ولكن الأمر يستغرق دقيقة واحدة، متى تستطيع أن تخصص لي دقيقة واحدة فقط؟ هذه انتهت الدعوة، هذه الدعوة، هذا أول شيء الدعوة. أنا بعد ما كسرنا الجليد جينا الدعوة، شلون الدعوة؟ تلاقي قبول؟ والله هو إذا يأكل يقول لك أنا جاي أكل، يقول لك إيه يلا عرض لي هسه إذا تتواصل وياه ولا شيء، أو أنتوا صاعدين المترو أو أنتوا رايحين، أو حيقول لك عرض لي المشروع الآن. هاي إحنا الجملة، أستطيع أن أقدم لك عرض تعريفي كامل، ولكن الأمر يستغرق دقيقة واحدة فقط، متى تستطيع أن تخصص دقيقة واحدة؟ هذه العبارة تقولها بلهجتك الدارجة، هذه تحصل نسبة قبول 100%. حتى لو هو كان يعني في ظرف طارئ حيسمعك، حيقبل الدعوة، لكن يعني نسبة 100% حيسمعونك. هذه أول شيء، هذا مفتاح أنه أنا شلون أبدأ فورا كالمحترف. طيب نجي على عرض المشروع. قبل ما نعرض المشروع بطريقة احترافية، اليوم احنا قلنا قاعد نقدم، أنا أذكر كلام جميل للمدرب العالمي توم بيغال شرايتر، يقول أنا مهندس، هو مهندس كهربائي، ويقول وأنا أحب الحقائق والأرقام. يقول أول ما دخلت يقول أتقنت مهارة العرض، يعني حسب ما يتصور هو، يقول أتقنت مهارة العرض، يقول كنت أقدم عرض تعريفي أحيانا نصف ساعة، أحيانا 45 دقيقة، يقول ما حد يدخل. أنا قلت في خلل، إذا خليني أزود 45 دقيقة أخرى، صار العرض التعريفي إلى 90 دقيقة. تخيلوا 90 دقيقة، شنو العرض التعريفي؟ شو تتوقعون؟ مثل ما يسوي أغلب الأعضاء، شو يسوي الأعضاء؟ والله قالت الشركة وعمر الشركة والجانو ديرما والعدد الأعضاء والخطة التسويقية والرحلات وهذا الكلام الحلو اللي نشوفه احنا، لكن هو ما يهم الشخص المستقطب. هو من يسمع هذا قال النتيجة شنو لما سويت العرض 90 دقيقة؟ قال كنت المجرم في كل عرض للمشروع، هكذا وصف نفسه، قال كنت المجرم في كل عرض للمشروع. هالدرجة يقول أنا سنة وعشرة أشهر ما حد دخل وياي ولا حد اشترى من عندي أي منتج، قال أنا حافظ
كل شباله كان يحافظ، حافظ كل الحقائق. اليوم الحقائق اللي هي شو نقصد بالحقائق؟ الشهادات، عمر الشركة، المؤسس، الجوائز، جوائز المؤسس، هاي الأمور كلها والخطة التسويقية، هاي كلها حقائق. نعم حلوة، هذه بعدين يعرفها العضو. احنا كم شخص فينا دخل للمشروع ولكن ما كان يعرف الخطة التسويقية؟ كثير من عندنا ما يعرف تفاصيل الخطة التسويقية، يمكن إلا ما صار نجم ماسي أو صعد رتبة يلا بدأ يعرف الله. فالقصد أنه هاي الحقائق ما لها علاقة بقبول الشخص لهذا المشروع أبدا. اليوم لما نريد نعرض مشروع، أو نريد نعطي فرصة عمل، سواء عمل للمهندسين أو عمل للأطباء أو أي عمل، حتى لو كان يعني آسف للكلمة عمل مبتذل، لازم تجاوب على ثلاث أسئلة. شنو هاي الأسئلة الثلاثة اللي اليوم إن شاء الله راح نجاوب عليها بهذه الطريقة؟ ثلاث أسئلة هي: شنو نوع العمل؟ شنو المطلوب من عندي؟ وكم أربح؟ هاي ثلاث أسئلة. شنو المطلوب من عندي؟ هذا السؤال، شنو المطلوب من عندي؟ 90% من النتوركرز اللي يشتغلون معانا في صناعة البيع المباشر عموما 90% يهربون من الجواب على هذا السؤال. أول يوم لما أنا أعرض المشروع 90% يهربون من هذا السؤال، إنه أنا شنو المطلوب من عندي؟ يأجله، يقول بعدين هو يفهم، أنطيه محاضرات، أنطيه روابط. وهذا هنا خطأ كبير جدا. أنا اليوم إذا أريد طبيب يشتغل معايا، أريد مهندس في أي يعني مستشفى ولا أي شيء، لازم أجاوب على هاي الثلاث أسئلة اللي تهمه: شنو نوع العمل؟ كم أربح؟ وشنو المطلوب من عندي؟ هذني الثلاث أسئلة اليوم إن شاء الله نجاوب عليها. هذه هل تكفي عرضها في دقيقة؟ نعم. أنا وعدته في دقيقة. نعم في دقيقة. تمام. في دقيقة نعم. وهو هذا التحدي، إنه كيف أدي باختصار دقيق غير مخل. أبداً. أدي المعاني واحتياج احتياج المستقطب بحيث إني ما أخذ. راح تغطي وراح نستمتع بهذا العرض. وأقول لكم عرض سيء في دقيقة واحدة، أو أقول عرض سيء جدا في دقيقة واحدة، أفضل من عرض مثالي بروفيشنال في 10 دقائق، في نصف ساعة، في ساعة. أعيد، عرض سيء جدا في دقيقة واحدة أفضل من عرض مثالي في 10 دقائق أو نصف ساعة أو ساعة. لأن أنا إذا أخطأت بالعرض أو تلكأت، أو هو دقيقة واحدة، بينما هناك هو صدقوني الغالبية تمل، الغالبية ما تصلها الفكرة، يقول لك أنا شنو شفتها متفطر ريشي. هاي أشياء إحنا نحبها ونتعلمها بعدين. يقول لك يعني أنا مثلا من دخلت أنا هاي كثير التفاصيل ما كنت أعرف. تمام. فاليوم فيقول هو يتابع توم بيغال شريتر، يقول أنا بعد سنة وعشرة أشهر يقول التقيت صدفة بشخص محترف في نفس المنطقة اللي أنا فيها أو في منطقة أخرى، قال لي معاك أشخاص في نفس المنطقة نجحوا؟ بدأ يسأل هاي الأسئلة، أبلاينك عنده أشخاص نجحوا؟ قال لنا، قال له اذهب وقل الكلمات الصحيحة. قال لما قال لي هذا الأمر، قال بدأت أبحث على الكلمات الصحيحة اللي أنا أقولها. اليوم لما نقول لفريقنا نقول له حدث الناس، بس احنا ننسى أمر جدا مهم، حدث الناس ولكن قل الكلمات الصحيحة. قال تصور سنة وعشرة أشهر لا محقق مبيعات، لا حد مسجل وياه. قال في شهرين فقط، في شهرين رحت على المدير، قال رحت على المدير وشايل، هو مهندس كهربائي، وقال له، قلت له هاي استقالتي، أنا ما عندي وقت لا إلك ولا شركتك. لهالدرجة يعني حقق الحرية المالية، لأنه هو يقول أنا متمكن، قفز قفزة كبيرة خلال شهرين بعد ما تعلم يقول الكلمات الصحيحة. زين، اليوم احنا نريد نقول شنو نوع العمل، شنو المطلوب من عندك، او كم ستربح، وشنو المطلوب منك. طيب نقدر نعرض المشروع باربع خطوات او ثلاث خطوات، ولكن قبل ما ادخل، اليوم انا كسرت الجليد معاه ووجهت له الدعوة، استطيع ان اقدم لك عرض تعريفي الى اخره. اذا قبل، او اما بعد ما يقبل الدعوة او قبلها لما احكي وياه، فاقول له مثلا انت ايش قد طموحك اليوم يعني يكون عندك دخل إضافي. بالمناسبة هاي النقطة شوية أثارت جدل واحتاجت متابعة للأعضاء، أنه أنا لازم أعرف من عنده إيش قد يريد، إيش قد دخل. أنا ما يصير اليوم، هذا من الأخطاء القاتلة يا أخواني للبزنس، أني أنا أجي أعرض المشروع على شخص، صدقوا أنا لما استخدمت هاي الطريقة وسألتهم إيش قد تطمح، إيش قد طموحك أنك تحقق، والله في ناس قال لي أنا أريد $150، أكو قال لي $200.
يعني أنا من عجي أقول له تحقق $5,000، قتلت البزنس ويا هذا. هذا يقول لك أنا أدور على $150، تقول ما يتحمل عقله، ما يتحمل. هذا بعدين لما يحقق ال 150 غير مستعد لهذه الفكره انه يكون عنده دخل الان، على الاقل هو غير مستعد لقبول فكره انه يتخلى 5000. ما مستعد، هو يريد هاي. هذا بعد ما يحقق ال 150 دولار ما اجي اقول له اطمح، لا اقول له كرر ال 150، حصلها مره ثانيه مره ثالثه. هناك اقول له شنو رايك تسويها 300 هناك. هذه متابعه السبونسر، سمارت سبونسر، السبونسر الذكي. لما يذوق حلاوه العموله يقوم يحقق 150 160 140، اقول له كررها، حاول حافظ عليها. ما اقول له اقمز على 500، لا ما يصير، خليه يحافظ عليها وشده انت حتى يحصلها ويكررها. هناك اقول له شنو رايك $200 $250. فالشاهد انه انا لازم اعرف من العضو انه كم يريد، ايش قد طموحك. اقول له على الاقل شيء تحسه يليق بيك، يلبي طموحك، يؤدي احتياجاتك. فهذه ضرورية جدا. أكو من قال لي $5,000، أكو من قال لي والله 5000 6000 7000، قلت له يعني 10000، قال لي نعم. طبعا هذا عميد أحد العشائر العراقية في داخل العراق وخارج العراق. هو قال لي أنا والله هذا يناسبني، قال أنا أصلا عقليتي تجارية. في من قال لي 150، في من قال لي 200، في من قال لي 300، أكو اللي قال لي 1000، اللي قال لي 2000. فهذا يعود على عقلية الشخص وعلى طموحه وعلى ما يريد، على احتياجاته. يعني إذن السؤال الأول نسأله ما هو طموحك؟ بس نقول إياه بهيك بريحية يعني. ولازم أساعدك، وبعضهم ما يعرف، يستحي، يخجل. أقول له ما بها شيء، خلنا نقول هذا كسقف أولي بالنسبة لك. أنا أقول لك هيك شيء لأن أنا أريد أساعدك، هيك أحكي وياه بهالطريقة. طبعا واحدة من شركات النجاح من تونس، وأوجه لها التحية منها الأخت عائشة أبو بكر، تقول أنا إجاني شخص وقال لي باستهزاء أريد $20,000. قلت له، قالت شلون أجاوب هذا؟ قلت له هذا تجاوبينه تقول لي لا، أي نعم، في عندنا أشخاص يأخذون $20,000 $30,000 وأكثر، لكن هؤلاء أشخاص جادين، أشخاص يأخذون البزنس بقوة مو بسخرية، وأكو عندنا يأخذون $100 وأكو $200. قلت له هذا الجواب. فهذه هي هم رد وهم صفعة في نفس الوقت للشخص، لكن بأسلوب احترافي. طيب اليوم خلينا نقول أنا كلمت شخص وقال لي أنا أريد $1,000، فراح أقول لي هذا الشخص، إما أقول له إذا كنت تريد، هاي العبارة احفظوها بعد ما يحدد الدخل، هاي العبارة تقولها في البداية، راح تقولها يعني تقريبا هي مرتين يعني شبيهة من بعض، تقولها في البداية، تقول له إذا كنت تريد. وطبعا أنا حرسل لكم العرض مكتوب كتابة وتطبعه وتوزعه إن شاء الله كبيدياف. فأقول له إذا كنت تريد تحقق $1,000 كدخل شهري إضافي، أو كدخل إضافي شهريا، إذا كنت تريد تحقق $1,000 كدخل إضافي شهريا، كل اللي مطلوب من عندك 3 خطوات أو 4 خطوات، أو كل اللي مطلوب من عندك 4 أمور أو 3 أمور، عادي، هذه ما بيها مشكلة، أنت بالخيار، نقول له 4 أو 3. فالأمر الأول بعد هاي العبارة لازم نقولها بالبداية، ليش؟ حتى حفز عقله يسمعني. العبارة الأولى أقول له لا تتغير. يعني رحيم، أنا ما راح أترك، ما أنطي مجال حتى يقول شنو يعني لا تتغير. أنا أقول له أنا لا تتغير، أنا أعرف أنت أكيد عندك اهتمامات وعندك التزامات وربما عندك هوايات وعندك أشياء تحبها تسويها، فأنا ما أطلب منك تترك هاي الأمور كلها، ما نطلب منك تتغير وتعوف هذه الأمور. أقول له حلو، فكل يقول لي حلو. طبعا بعض الأشخاص قال لي شنو يعني لا تتغير وشنو، قلت له أخي أنت من تقول له لا تتغير فهمه أنه أنت عندك التزامات، عندك اهتمامات، عندك أمور تخصك، ما أريدك تتركه، ما مطلوب منك تتركه. نفس الشيء هذا عميد العشيرة، قلت له أنا أنت عندك لقاءات وصلح بين الناس، قلت له أنا ما أريدك تترك هاي الالتزامات. قال كيف يعني، فرح. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللي راح نوصف به العمل، وهذه أنتم يعني تقدرون تتحكمون بها. أقول له إحنا شركة عندها منتجات صحية استهلاكية بدائل للمستهلكات العادية، بدأنا من الصابون والمعجون والشامبو والعصائر الباردة والشاي والقهوة والمكملات الغذائية، نستفيد منها صحيا، أو الأشخاص يستفيدون منها صحيا، أو يستفيدون منها بطريقتين، صحيا بتغيير استهلاكهم، وماليا بمشاركة هاي الفرصة وهاي المنتجات وهاي الخدمة مع الطيف الواسع من معارفه.
هاي طبعا العبارة أقولها براحتكم. أنا ممكن هاي العبارة الثانية أيضا أقول أنا أبحث عن أشخاص يحبون القهوة، يشربون القهوة ويحبون يشاركون القهوة مع الآخرين. أقدر أقول هاي النقطة الثانية، هذه أنا بالخيار أقدر يعني أغير فيها. إذا أنا مثلا أكلم امرأة من البيت أقول أنا أبحث عن النساء أو أمهات، أو يعني أمهات يبحثن عن عمل من بيوتها ومنتجات صحية كذا، بهذا الوصف البسيط. فهذا وصف ثاني، هذا الثاني. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة، فإذا النقطة الأولى النقطة الثانية واضحة؟ واضحة. ما أشوفكم متحمسين. واضحة. النقطة الثالثة وهي هنا المهمة جدا، أقول لك كل اللي مطلوب من عندك، هاي لازم تقولها، كل اللي مطلوب من عندك إنك تساعد تبو عليها. لا تقول تكسب، لا تقول لا تسجل، لا تقول لا سجل، خليها ورا تساعد بعد شوية. الإنسان بطبيعة الحال بعقليته عنده جهاز مناعي ضد البيع، يقاوم البيع. فلما يحس شوية يصير عنده مقاومة، لما تقول له تكسب يحسك أنت تريد تكسب من عنده أو تريد تجيبه لا، ولا كل اللي مطلوب من عندك إنك تساعد، إما تقول له شخصين أو ثلاث أشخاص على حسب المبلغ اللي حدده، تمام؟ إنك تساعد شخصين أو ثلاث أشخاص شهرياً، وذول الأشخاص أيضاً يغيرون استهلاكهم ويستفيدون صحياً، وهم أيضاً يكونون جادين ويساعدون، كل واحد فيهم يساعد شخصين أو ثلاثة شهرياً، وبالتالي هاي العبارة لازم نتحكم فيها بناءً على الدخل الحد، وبالتالي راح يكون عندك في غضون 4 شهور أو 5 شهور أو 6 شهور على المبلغ اللي حدده. الشخص اللي طلب 10,000 دولار أنا قلت له في سنة، الشخص اللي طلب 5,000 دولار قلت له في 6 شهور أو 7 شهور، اللي طلب 150 200 300 400 انطيته ممكن 4 شهور. يعني هذا ممكن نرجع لخطة التوب 20 والجدول يكون عندي، وحعرف أني أنا يعني شو وقت أقدر أحقق هذا المبلغ لو هو كسب شخصين. فنقول كل اللي مطلوب من عندك أنك تساعد شخصين أو ثلاث أشخاص، تقول له براحتك، شهريا يستهلكون يغيرون استهلاكهم ويستفيدون صحيا، وهم أيضا يساعدون آخرين وهم يسجلون معاك، وهم يسجلون أيضا 2 أو 3 شهريا، وبالتالي راح يكون عندك في غضون 4 شهور فريق من المستهلكين والمسوقين، وراح تحقق 1,000 دولار كدخل إضافي شهريا. إذا أنا قلت له 3 خطوات هنا تجي مرحلة الإغلاق. الإغلاق نقدر نستخدم واحدة من 3 جمل، جمل بسيطة، أقول له هذا هو المطلوب، أو أقول له هذا كل شيء، أو أقول له شنو رأيك. هذه 3 جمل واحدة بهم أستخدم الإغلاق. أما إذا قلت له الآن معلش لو تقولها لي على سريع خلال دقيقة المراحل الثلاثة بما فيها الإغلاق، بس هو ما يصير غالبا ما يصير بدقيقة، لأنه راح يسألك راح يستفسر من عندك، وهذا لذة المشروع. يعني أنت المشروع تعرضه في دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين، تكمله نعم. تكمله هو ده جاوب بسرعة عشان مشكلة على العبارات اللي قلت لها. أيوة بعدين نسأل ينتهي الموضوع. أنا مثلا واحد عرضت عليه المشروع بدأ يسألني، كل بقى معاي 20 دقيقة، لكن أنا كعرض للمشروع كملته بدقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين. أكو لا كمل معاي 7 دقائق، أكو 5 دقائق. هو بقى يسأل إيه؟ وهذه يعني لذة المشروع هذا، لذة الطريقة هذه. فوصلنا للإغلاق. أما إذا أنا قال لك كل اللي مطلوب من عندك 4 خطوات، هنا أنا ما أغلق عند رقم 3، ما أغلق، أجي على النقطة الرابعة. النقطة الرابعة تقدرون تستخدمون واحدة من الميزتين على حسب حال الشخص. إذا تكلم امرأة أرملة أو عندها أطفال أو شخص يحب عائلته يحب أطفاله، أعرض له ميزة التوريث، أقول له من أجل أطفالك أنا ما أريدك الخطوة الرابعة، أنا ما أريدك يعني تقلق من شأن مستقبل أطفالك وعائلتك وأحفادك، لأن الشركة تولي عناية كبيرة لعوائل أعضائها وتورثهم هذا المشروع بدون نقصان مهما كان المبلغ. وأغلق وياه وأقول له وهذا كل شيء، أو هذا هو المطلوب، أو شنو رأيك الآن. أو أقول له الميزة التالية إذا هو شوية يحب السفر، أقول له الخطوة الرابعة أريد منك تحضر جواز سفرك، لأنه أنت في مرحلة ما لما يتكون عندك فريق من المستهلكين والمسوقين إن شاء الله راح تحصل على رحلة VIP مجانا سنويا، كل سنة نسافر إلى دولة، أحيانا دولتين، أحيانا 3 دول، ونختار أجمل المناطق مع الناجحين من الشركة، وهذا هو المطلوب، أو شنو رأيك الآن، أو هذا كل شيء. هذا عرض المشروع. طبعا
طبعا اذا يصير بيني وبين النقاش النقطه اللي ما اثرتها، اذا اثرت ميزه التوريث بعد شويه اثير لنا ميزه السفر، اريدك تحضر جواز سفرك، اذا اثرت هذه لا ممكن بعدين اقول له على هاي. طبعا هنا انا اغلق، هنا أنا الناس بين ثلاثه نسبه كبيره. الان بعد ما اغلقنا نسبه كبيره راح يعني سجلون معك، وهذا الحلو، هذا شيء ممتاز جدا. قسم راح يكون عنده أسئلة وأجوبة، قسم راح يقول لك لا ما أريد. زين هذا شو سووا فيها؟ ها؟ أشوف فوج الاعتراض عنده وين؟ شو تقول؟ شنو؟ قولها بصوت عالي. إحالة. من سمعت الإحالة؟ شو مدرك؟ شافها مكتوبة. شافها. أشتيدك، جزاك الله خير. بس طبعا يقول أحد المدربين كنت في تايلاند، يقول يعني يتكلم على موضوع الرفض، يقول كنت في تايلاند، يعني احنا نعمل مقارنات، يقول كنت في تايلاند وكنت أنا وعضو بفريقي وبنته ويانا، هي أيضا عضو، يقول كان الجو يمطر بغزارة، يقول فكان أكو طابور مال تكسيات، يقول جيت على أول واحد قلت له أريد أروح المنطقة الفلانية رفض، جيت على الثاني، هم طبعا واقفين تحت مكان سقف، جيت على الثاني ايضا رفض، جيت على الثالث رفض، جيت على الرابع رفض. قال انا هسه ايش قلت؟ قال انا بنطلوني وسروالي تبلل، لان هو ينحني ويحدثهم. قال هذا كله تبلل. قال اما ارجع احاول اقنع الاول او الثاني والرابع او اشوف غيره. فقال رحت على الخامس وقال وافق، كان سعيد وخذ وحتى ما زعل، لان بللت له الكرسي تبع السياره. قال ابدا. قال كذلك انت هنا، انت عندي بدايه سريعه، لا تقف لي عند هذا، هاي من الاخطاء اللي انا والله لازم ارجع اقول لا لا، انت ابن البزنس روح. وهذا معناه ليس الان ممكن يجي، ولكن انا اليوم اريد اشتغل شغل بروفيشنال، شغل محترف، مثل ما نقول جاء في السنة إن الله يحب أحدكم إذا عمل أن يتقنها. أنا أدي عملي متقن، أدي عملي باحترافية، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. هذا أنا أتجاوز من رفض، أغير الموضوع وياه وضحكة وكذا وسؤال ومدريش، وهناك راح أطلب منه لحالة، راح أقول له أنا أشكرك وأحترم وجهة نظرك، ويعني عدم قبولك أو رفضك للمشروع أو للعمل معايا في هذه الفرصة، للعمل سوية بهذه الفرصة على الأقل الآن، وممكن أطلب منك طلب صغير، إذا تعرف في شخص مهتم أو يبحث عن عمل، صيغة عبارة من العبارات هاي، ممكن تطير رقمي، أطلب لي حالة. ليش أطلب لي حالة؟ طبعا إذا هو يعني قال لك أوكي وأحال لك ناس أو ما أحال لك ناس، أنت اشتغلت بروفيشنال أو حتى لو قال لك ما أحال لك، أنت أدي عملك. 90% من الليدر بالتسويق الشبكي بصناعة البيع المباشر يجون من السوق الدافئ، وتقريبا 10% 8% وهم ليدر بروفيشنال يجون عن طريق الإحالة. فهاي الإحالة مهمة جدا، هاي جدا مهمة الإحالة، إحالة تجيب لك قادة، لأن هو هذا يجي عن طريق شخص يثق به فيجي يدخل، فالإحالة مهمة جدا. فهالطريقة احنا نكون كملنا. وممكن هذا اللي عنده سؤال يسألك كم سؤال، شنو اسم الشركة؟ نقول لك اسم الشركة مباشرة، نقول له دي اكسل لا تتردد ما فيها شيء، شنو كذا يسألك وخلص. فعاد هو عاد ممكن يدخل ممكن ما يدخل، في حال انه دخل تمام، في حال ما دخل احنا ننتقل على الحالة الثالثة، نغير الموضوع ونتشكر من عنده، وبعد شوي نطلب منه إحالة وبس، ونتجاوز ونروح على غيره حتى ما يبللنا المطر ان شاء الله. ممكن ناخذ بريك لو نكمل؟ ناخذ بريك لو نكمل؟ تمام ناخذ بريك ان شاء الله، حتى ندخل على موضوع الاعتراضات، وبعدين بما ابدا مستويات التواصل المتابعه ان شاء الله.